أمين يا هايدي. يعني برغم إن مصر محتاجة جدا جدا للي بيروح دلوقتي لغزة، إلا إنها ما استخسرتش فيهم ده، تخيلي وبرغم كل المشاكل اللي موجودة قطع اقتصاديا من في قوت البلد دي، عيالها. إلا إنها برضو ما استنت، يعني ما فيش جهد ما عملتهوش مع البلد، وبرغم كده مش متقدرة مش متقدرة، صح؟ وبرغم كده انتوا بإيديكوا بتحاولوا إنكوا تزجوا بيها في الوقت ده، ونازلين مظاهرات عايزين نحارب. روح حارب، مش مصر اللي هتحارب، إلا إن في ناس كبيرة بتحاول تزق مصر إنها تخش جوه الدايرة دي، والدايرة دي خطر جدا 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 على البلد. يعني ربنا يستر يستر الفترة اللي جاية بجد. آمين.